ومع تطور مملكة البحرين الحضاري واتساع نهضتها الاقتصادية والاجتماعية، جاء إنشاء قوة دفاع البحرين ليحقق الأهداف الوطنية السامية في بناء مجتمع حديث متطور يواكب متطلبات العصر ويقوم على دعائم راسخة من القوة والمنعة. قوة دفاع البحرين تتولى مهمة حماية الوطن والدفاع عنه والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها من القائد الأعلى داخل أراضي المملكة وخارجها.